يعد الفريق عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 16 مشاة ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة. تخرج في الكلية الحربية عام 1949 وتولى الفريق عبد رب النبي حافظ العديد من المناصب القيادية فيما خاض العديد من المعارك والحروب وحصل على العديد من الأوسمة تقديرا لبطولاته منها ميدالية السادس من أكتوبر. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد. أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الأبطال الفريق عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 16 أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 من يوليو عام 1930 وتخرج في الكلية الحربية في 1 فبراير عام 1949 ليعين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاة. وتبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات. اشترك في حروب مصر المعاصرة وأبلى بلاء حسنا في حرب الاستنزاف كقائد للواء 118 مشاة ميكانيكي أحد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميداني. وتمر السنوات ويتولى الفريق عبد رب النبي حافظ قيادة الفرقة 16 مشاة ويصدر القرار بالاقتحام المدبر لأصعب مانع مائي. ويخوض رجال الفرقة 16 مشاة ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس وتتوالى معارك حرب أكتوبر المجيدة. كان قتال فعلا ضحينا فيه بكثير من الرجال ودفعنا فيه ثمن كبير، لكن حققنا في النهاية النصر اللي كل الناس تعترف به. فتتجلى روائع أعمال الفرقة 16 مشاة محققين نصرا عسكريا مبينا. وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب أمين عام وزارة الدفاع ثم رئيساً لأركان الجيش الثاني الميداني فقائداً له. ويتولى بعد ذلك رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة ثم رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981. عشرات من الأوسمة والأنواط والميداليات، صور لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الوطنية عن قامة عسكرية وقيمة إنسانية مصرية قل أن يجود بها الزمان.